السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناتكم. إن شاء الله هنغير مع بعض النهاردة العلف من مرحلة أولى لمرحلة تانية، من البادي للنامي، تركيز 19، خلصنا خلاص تركيز 23. طبعا أنا بغير يعني من المرحلة ديت للمرحلة ديت لما الفراخ تكون عمرها 20 يوم. لازم تكوني مجوعاهم علشان طبعا يستقبلوا المرحلة ديت، المرحلة ديت بتكون كبيرة شوية وهيبدأوا بقى ينقروا فيه وياكلوا. انا استخدمت طول الفترة ديت، استخدمت يعني جبت 10 كتاكيت تجيبي عليهم 10 كيلو علف، جبت 20 تجيبي 20 كيلو علف، اللي هو المرحلة الاولى. الفرخ بياكل من 2.5 ل3 كيلو علف طول الدورة. انا ما اقدرش اقولك انا بستخدم قد ايه نامي اللي هو المرحلة الثانية، علشان طبعا في ناس بتذبحهم على 45 يوم، في ناس بتذبحهم على 35، وفي ناس بتذبحهم على 30. انا عن نفسي بذبحهم على 30. استخدمت طول الدورة ديت البصل والثوم والليمون والزعتر فقط لا غير، ما استخدمتش اي حاجة تانية. البصل والثوم والليمون والزعتر طبعا مضاد حيوي، كل الحاجات ديت انا استخدمتها علشان تنشطهم وتنشط الدورة الدموية وتفوقهم كده وياكلوا بزيادة، يعني تفتح الشهية بتاعتهم. بس يعني انا بستخدم الحاجات ديت كتحصين طبيعي، ومبستخدمش اي حاجة تانية غير الحاجات ديت. ما بحبش بصراحة الادوية البيطرية، بدل انت مربية في البيت ما ينفعش ان انت تجيبي ادوية بيطرية. وزي ما انتوا شايفين اهو بياكلوا الفرخ معايا مصحصح ما شاء الله وجميل وفايق. بسم الله ما شاء الله بياكل اهو. يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة، واستنوا حلقات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله.